مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، وفيها الموقع بوست في بيان صدر بصنعاء: 71 مختطفا لدى ميليشيا الحوثي لا يمكن التواصل معهم. محافظ مأرب يقول لصحيفة 26 من سبتمبر: هناك خطة لإنشاء منطقة صناعية في المحافظة، سندعو إليها كافة المستثمرين. ومن صحيفة الجارديان: بريطانيا تعيد اللاجئين السوريين إلى البلدان التي تعرضوا فيها للتعذيب والإساءة. أهلا بكم. قالت أمهات المختطفين في الوقفة المتزامنة مع إطلاق حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي إنهن يتعرضن للابتزاز النفسي بشكل مستمر في كل لحظة، وذلك بربط مصير أبنائهن بالمصير السياسي المتقلب. وأوضح بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية للأمهات أن الأمهات فقدن 71 مختطفا أثناء اختطافهم في سجون الميليشيا، ناهيك عن منع الزيارات وتعرض المختطفين للتعذيب والتجويع والتهديد بالتصفية وتعمد إهمال الرعاية الصحية لدرجة تهدد حياة العديد منهم. ودعت رابطة أمهات المختطفين المنظمات الدولية وفي مقدمتها المفوضية السامية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية حقوق الإنسان والإفراج عن أبنائهن المختطفين، كما حملنا ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية. قال محافظ مأرب سلطان العرادة لصحيفة 26 من سبتمبر التابعة للجيش إن لدى المحافظة خطة لمنطقة صناعية، ويجري حاليا نقل الورش ومحلات التصنيع من داخل المدينة إلى مكان جديد يكون نواة تتسع حتى تصبح في المستقبل مصانع كبيرة. يضيف المحافظ: المناطق الصناعية لها أهميتها، والمستثمرون بطبيعة الحال عندما يرون الظروف مواتية من حيث الاستيعاب والحماية والقوانين سيأتون من كل مكان، سواء من المحافظة أو من خارجها. وعن ماضي المحافظة الاستثماري قال العرادة: لم يتم تشجيع الاستثمار أبدا في هذه المحافظة، بل كان يمارس الترهيب لطرد المستثمرين، كما لم يعط عائد للتنمية الاجتماعية من الشركات النفطية في أوج عطائها، مؤكدا أن ما كانت تحصل عليه المحافظة هو مبلغ 80,000 دولار أو 100,000 دولار سنويا تقريبا، وكانت تصدر الغاز ولا تأخذ من عائداته ولا من عائدات الكهرباء ولا غيرها. محمود ياسين يكتب عن مدينته التي فقدها: عن المدينة التي تدفع ثمن السلام أغلى من ثمن الحرب، وقال في أجزاء من مقاله المنشور في المصدر أونلاين: عليهم التصرف بتهذيب، عليهم التوقف عن سرقة المقابر والأراضي والنقود الفائضة من قيمة الغاز والديزل، وعليهم المرور من شارع العودين بكل تهذيب، وإلا فالموت أشرف لك أيتها المدينة التي لم تتوقف يوما عن إهانة أبنائها بنخط الغرباء. إن كان على شارع العودين أن يظل بلا متاريس ولا جثث فليظل بدون حوثيين أيضا، أو فلينفجر كل منعطف ولا تنامي هكذا مثل أرملة تترجى السلامة من قطاع طرق سرقوا كل شيء، خليج الحرية وميراث الغيث وجولة العودين، وسرقوا حتى تلك الإيماءات في مفارق جبلة وبعدان وحبيش. ومقابل ماذا؟ مقابل ألا تتحولي نسخة من تعز. كوني نسخة من تعز. إذا كان عليك الاختيار بين أن تكوني نسخة من مدن الله المشمولة بالكرامة، أو بالأماكن أو بالمدن التي قرر اللصوص أن تنام بعد المغرب. قفزوا على إب من مرويات الجدات، لكل منهم ذيل أبو كلبه وأسنان طاهش السحول، وعليك يا إب لعب دور حماد بن نواس الذليل الذي يجيد صنع مفارقات مرحة تضحك قاتليه بقية الليل. يا إب لم تعودي لي، لقد استبدلتني بالطباع، وعندما أتجول في شارعك الأثير لا أفكر أنه شارع العودين، إنه شارع أبو الحسن، وهذه البوفية مسكونة بذهن الطاووس، والسلام هو كلمة المشرفين الذين كلما تعقلوا فذلك بسبب تعز، وكلما استرخوا في مجون القاتل اللص فبضمانة من إذعان إب. فقط علميهم أن السلام هو الشرف، وأنه عندما تختار المدن بين نمطين فهي تختار الدم. موقع المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية:
وفاة المختطف محمد شرف الدين إثر تعذيبه في سجون لجماعة الحوثيين بمدينة ذمار. قال مصدر في منطقة جبل الربادي في محافظة إب إن مختطفا لدى مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح توفي بعد 4 أيام من إسعافه من السجن جراء التعذيب الذي لاقاه من سجانيه. وذكر المصدر لموقع المصدر أونلاين أن محمد شرف الدين أفرج عنه الحوثيون من سجن في مدينة ذمار بعد أن دخل في غيبوبة، استدعت إسعافه على الفور مؤكدا أن آثار التعذيب كانت واضحة على جسده وأخرجوه وهو بغيبوبة توفي إثرها. وعز المصدر وفاته إلى صنوف التعذيب التي لاقاها شرف الدين، وهو ثاني حالة وفاة بسبب التعذيب لسجين ينحدر من منطقة جبل الربادي والسجين العاشر في محافظة إب. رفضت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تسليم رواتب ضباط وأفراد اللواء 35 مدرع لشهري سبتمبر وأكتوبر العام الماضي ممن لزموا منازلهم من بداية الحرب، واشترطت وفقا لموقع الصحوة نت تحرير تعهدات بالالتحاق بدورة توعية لمدة 3 أيام ومن ثم الالتحاق بجبهات القتال. مصدر وثيق أكد للصحوة نت أن حوالي 700 ضابط وصف وجندي رفضوا الانصياع لاشتراطات الحوثيين وطالبوا بسرعة صرف رواتبهم دون قيد أو شرط ودخلوا في مشادات مع الميليشيات. وقال المصدر إن هؤلاء الأفراد هددوا بالتصعيد وتنفيذ فعاليات احتجاجية في مختلف الأماكن المتواجدين فيها. يتابع الموقع: وكانت قيادة الجيش قد وجهت دعوة عامة لمن تبقى من جنود وضباط للالتحاق بصفوف الشرعية، مؤكدة أنها ستولي المنضمين من الجنود والضباط اهتماما كبيرا في مختلف الجوانب. أزمة الموارد بين حكومتين، تحت هذا العنوان كتب مصطفى نصر مقاله المنشور في المصدر أونلاين. مشكلة إعادة جمركة السلع في مداخل صنعاء من قبل مصلحة الجمارك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح أظهرت رأس جبل الجليد في مشكلة الموارد التي ينتظرها البلد في ظل تنازع سلطتين وسيدفع ثمنها القطاع الخاص، كما ستنعكس بكل تأكيد على المواطنين في اليمن. حتى ما قبل نقل البنك المركزي في سبتمبر 2016 كانت الإيرادات تورد إلى البنك المركزي في صنعاء، أما الآن وقد قامت الحكومة بنقل البنك المركزي إلى عدن وأعلنت مسؤوليتها عن دفع المرتبات، فإنها حتما ستطالب القطاع التجاري والاستثماري ومن باب أولى المؤسسات الإيرادية التابعة لها بدفع كافة الإيرادات. لكن الواقع العملي يبدو معقدا، فحكومة الحوثي وصالح ما تزال تسيطر على ثلثي رأس المال الاقتصادي للبلد نتيجة لتركز معظم الشركات والبنوك والمؤسسات في صنعاء. ومع أن هذا قد يستمر لفترة، إلا أن الحكومة الشرعية أصبحت تمتلك نقاط قوة جديدة تتمثل في توسعها على الأرض وسيطرتها على المنافذ البرية والبحرية والجوية. وباستكمال سيطرتها على ميناء الحديدة ستكون قد ضمنت الحصول على كافة الإيرادات الضريبية والجمركية باستثناء ضرائب الأرباح. وللحصول على كافة الضرائب قد تلجأ حكومة بن دغر لإجراء تعديلات في الإجراءات القانونية تضمن إلغاء ضريبة المبيعات وإلزام التجار بدفع إجمالي الضريبة في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وإلى موقع الاشتراك نت الذي عنون في صفحته الرئيسية: إدارة مستشفى الثورة المعينة من الميليشيات بصنعاء تفشل بكسر إضراب الموظفين الشامل. وقال الموقع إن إدارة مستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء واصلت محاولاتها فض الإضراب الشامل الذي ينفذه موظفو وأطباء المستشفى الحكومي الأكبر في البلاد على خلفية أزمة الرواتب المنقطعة منذ 6 أشهر. مصادر طبية قالت للاشتراكي نت إن العاملين رفضوا مطالب المدير المعين من قبل الميليشيا بالتخلي عن مطالبهم. وتابع الموقع: يواصل موظفو وأطباء مستشفى الثورة العام الإضراب الشامل على خلفية أزمة الرواتب المنقطعة. إلى موقع مسند والذي عنون في أحد تقاريره: جامعة صنعاء معطلة ومستقبل الطلاب في خطر. وقالت التفاصيل: امتدت آثار الحرب والانقسام السياسي في اليمن إلى جامعة صنعاء، ما يهدد مستقبل الطلاب وينذر بهبوط تصنيف الجامعة الأكاديمي على المستوى الدولي.
وأضاف الموقع: التعليم في جامعة صنعاء مهدد بالانهيار الفعلي في ظل إضراب الأساتذة المستمر منذ مطلع العام الجاري. وكشف بيان أخير صادر عن نقابة هيئة التدريس في الجامعة عن بعض ممارسات الميليشيا، منها تكليف أشخاص من خارج الحقل الأكاديمي بالتدريس في الكليات المختلفة. واعتبر البيان ذلك معيبا في حق سمعة الجامعة الأكاديمية، ما يستهدف المجتمع اليمني ككل من خلال تخريج دفعات طلابية غير مؤهلة علميا. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم. تقول صحيفة العرب الجديد إن اليمن والسعودية اتفقتا على إجراءات لتسهيل حركة البضائع بين البلدين عبر منفذ الوديعة البري الوحيد المستمر في الخدمة بعد إغلاق 3 منافذ برية أخرى جراء الحرب. وبحسب وكالة سباء الناطقة باسم الحكومة الشرعية، فإن الجانبين اتفقا على إضافة مسار جديد لتسهيل حركة مرور البضائع وزيادة عدد الشاحنات المتنقلة، مع استحداث شبكة ربط آلي بين البلدين عبر منفذ الوديعة البري. كذلك بحث الجانبان تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين بما يتواكب مع زيادة أعداد المسافرين ونشاط حركة نقل البضائع، والعمل على تخفيف معاناة المسافرين بين المنفذين خلال الفترة القريبة القادمة. ويعد منفذ الوديعة الحدودي الواقع في محافظة حضرموت ومحافظة شرور السعودية المنفذ الرابع بين منافذ العبور البرية التي تربط البلدين، والذي ظل مفتوحا بعد إغلاق المنافذ الأخرى بسبب الحرب. تعز تسجل أول حالة وفاة بسبب الجوع، خبر اختارته صحيفة الاتحاد الإماراتية وقالت في التفاصيل: سجلت أول حالة وفاة بسبب الجوع في محافظة تعز التي تحاصرها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية منذ سبتمبر 2015. وقال الجيش اليمني في بيان على موقعه الإلكتروني إن الشاب محمد الطاهش البالغ من العمر 14 عاما توفي بسبب سوء التغذية في منزل والده بمنطقة النجد بمديرية مشرعة وحدنان جنوب المدينة. وأضاف نقلا عن مصادر محلية أن والد الفتى فقير معدم لم يكن قادر على إطعام أطفاله سوى وجبة واحدة في اليوم، في ظل ما تعانيه المديرية من قصف مستمر من قبل الميليشيا. وحذرت المصادر من أن هناك عددا من الأطفال في البلدة مهددون أيضا بالموت بسبب الجوع وسوء التغذية، مطالبة المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد بسرعة إغاثة سكان مشرعة وحدنان البالغ عددهم نحو 25,000 شخص. أما صحيفة الخليج الإماراتية فقالت: ناشطون وناشطات يمنيات وعلى هامش أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف كشفوا جانبا من انتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في اليمن. وأكد الناشطون والناشطات اليمنيات أن ميليشيا الحوثي وصالح لم تترك انتهاكا إلا وارتكبته ضد من وقفوا إلى جانب الشعب اليمني وحقه في الحرية والتحرر من حكم الانقلاب، ولم تستثني من ذلك نساء اليمن، بالرغم أن الأعراف القبلية في اليمن تعتبر التعرض للنساء عيبا أسودا في حق كل من يقوم به، إضافة إلى الجريمة القانونية الدولية التي ترتكبها. إنها ساعة استرجاع بلادنا، أو إنها ساعة استرجاع بلداننا، يقول الكاتب غسان شربل في مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط، ويضيف: لا يكفي أن نحب بلداننا، يجب أن نتعلم كيف نحبها. بعض الحب الناقص أو المتهور يسيء إلى طرفيه، وليس سراً أن العرب يقفون على مفترق طرق، وأن عليهم أن يتخذوا قرارهم سريعاً وأن يبلوروا خيارهم داخل القرية الكونية التي تعيش على وقع ثورات تكنولوجية متلاحقة، إما الالتحاق بركب الذاهبين إلى المستقبل وإما متابعة السفر إلى الماضي. والمهمة المطروحة على العرب كبيرة وشائكة، إنها مهمة لا تقل عن استرجاع بلدانهم، بلدانهم التي أفلتت من بين أصابعهم أو تكاد، والمقصود استرجاع هذه البلدان وحجز موقع لها في قطار التقدم. لا نملك طرف الانتظار أكثر مما فعلنا،
لابد من استعادة بلداننا من انتهاكات الخارج وانتهاكات الداخل، من استباحات الخارج واستباحات الداخل، لابد من استرجاعها من غفوتها الطويلة وقيلولتها المديدة. تنتهك الأوطان مرتين، الأولى حين يستبيحها المقاتلون الجوالون أو جيوش أجنبية أو يصادر قرارها، والثانية حين يضطهد المواطن أو تهمش مجموعات أو مناطق. كرامة الأوطان لا تنفصل عن كرامة المواطنين، وكرامة المواطن تعني ليس فقط احترام حقوقه في الحرية والعمل والتعليم، بل أيضا فتح بوابات الأمل أمام أولاده وأحفاده. لا تصان كرامة الوطن والمواطن إلا في عهدة دولة وفي ظل حكم القانون ووجود مؤسسات تستمع وتستشعر وتقرر وهيئات تراقب وتحاسب. ورد في صحيفة الجارديان تقرير لهارت جرانيت تلقي فيه الضوء على إعادة بريطانيا للاجئين السوريين إلى دول تعرضوا فيها لأنواع متعددة من الإساءة. وعلمت الجارديان أن بريطانيا تستخدم قوانين الدول الأوروبية لإعادة طالبي اللجوء من سوريا والعديد من الدول الأخرى إلى أوروبا الشرقية، حيث تعرضوا للضرب والاحتجاز والتعنيف بحسب التقرير. ونقلا عن محامين ومجموعات معنية بحقوق المهاجرين، فإن وزارة الداخلية البريطانية تعيد اللاجئين إلى دول تعاملت معهم بوحشية وسجنتهم وضربتهم. كما يقول هؤلاء إن بعض اللاجئين رووا أنهم احتجزوا في أقفاص في المجر وتعرضوا للتعذيب بالإيهام بالغرق وكبلت أيديهم في رومانيا كما ضربوا في بلغاريا. وأوضحت كاتبة التقرير أن العديد من اللاجئين يواجهون خطر الترحيل إلى هذه الدول تحت ما يسمى باتفاقية دوبلن، أي إعادة كل لاجئ إلى أول دولة أوروبية وصل إليها وأخذت فيها بصماتهم. شبكة البي بي سي قالت إن مخترع الإنترنت يستهدف مكافحة الأخبار الكاذبة، ففي خطاب مفتوح كتب بمناسبة الذكرى 28 لانطلاق الإنترنت، كشف تيم برينرز لي مخترع الإنترنت النقاب عن خطة لمواجهة السطو على البيانات الإلكترونية ونشر الأخبار الكاذبة، وحدد ملامح خطة خمسية تعكس مخاوفه بشأن كيفية استغلال الشبكة في الوقت الحالي. ودعا المخترع البريطاني إلى إرساء قواعد تنظيمية أكثر صرامة لمواجهة أساليب الدعاية السياسية غير الأخلاقية، وحث كل من ساعد على تطوير الإنترنت من خلال التدوين أو التغريدات أو إنشاء صفحات على الشبكة أن يقدم حلولاً عملية لخلق إنترنت يمنح سلطات وفرصاً متكافئة للجميع. إعادة إنتاج الماضي. تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال في جزء من المقال: حين كتب جورج بوش الأب مذكراته بعنوان التقدم إلى الأمام، لم يجد مدخلا أفضل من قصة لمارك توين وقد سخر من خلالها من منصب نائب الرئيس. مؤخرا كتب صحفي أمريكي عن أوباما أنه وظف الشهور الأخيرة من فترة الرئاسة الثانية لصالح مذكراته القادمة والتي يستكمل بها ما بدأه من قبل، وذلك بحثا عن توازن نفسي وأخلاقي. إن صناعة المذكرات قدر تعلقها بالساسة تجارة رابحة، فقد كان نصيب كلينتون من نشر مذكراته أكثر من 10 ملايين دولار، وغالباً ما تتنافس دور النشر العالمية على الظفر بمذكرات هذا الرئيس أو ذاك، رغم أن معظم ما يرد في المذكرات لا يكون مفاجئاً لأنه ليس بإمكان أحد أن يعيد إنتاج الماضي تبعاً لرغائب الراهن. وإذا كان جورج بوش الأب قد استلهم مارك توين، فمن هو الفيلسوف أو الكاتب الأمريكي الذي سوف يستلهمه أوباما؟ فقد حاول ذات يوم وهو يقف في زنزانة الراحل نيلسون مانديلا أن يكرر عباراته، ناسياً أن المشترك الوحيد بينهما هو اللون فقط، وما من أحد يستطيع أن يكون اللاعب والحكم في الوقت ذاته، اللهم إلا إذا كانت اللعبة بلا شبكة. شبكة البي بي سي أخذت مجموعة منتقاة من الصور التي التقطتها عدسات المصورين الصحفيين حول العالم ونشرتها، نتابع بعضا منها.
مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.